مش شرط يكون عندك خامات وامكانيات علشان تعملي لهم اكله حلوه، انا هنا علشان اساعدك تشتغلي باقل الامكانيات وبابسط الخامات علشان تعملي لهم اكله جميله ولذيذه وصحيه في وقت قياسي جدا. بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ نهد فاروق، كل يوم بنزل لكم وصفه جديده بطريقه سهله وسريعه واقتصاديه، وتعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه النهارده. كان عندي صدر فرخة واحد بس في الفريزر وكنت محتارة اعمل فيه ايه، بس هحير نفسي ليه. قطعت شرايح زي ما انتوا شايفين كده، حجمها صغير مش رفيعة قوي ومش تخينة علشان تستوي معانا بسرعة. المهم غسلتها كويس بالمية والملح والليمون، وبعدين عصرت عليها نص ليمونة وحطيت عليها التوابل اللي انا بحبها. انا عندي خلطة توابل جميلة عاملاها، هحط لكم اللينك تحت الفيديو. لو مش عندك طبعا الخلطة دي، البديل بتاعها بيكون فلفل اسود، كزبرة، بابريكا، لو بتحبي الكاري ممكن تضيفي ربع ملعقة او اقل حتى تمن ملعقة، وممكن تضيفوا تمن ملعقة صغيرة من الجنزبيل، لان الجنزبيل كويس جدا جدا في تتبيل الفراخ، بيشيل اي روايح غير مستحبة منها. اهم حاجة في التتبيلة دي ان ما يكونش فيها سوائل، يعني ما تكونش فيها مية. هنجيب طاسة ونحطها على النار ونحط فيها ملعقتين بس من الزيت، هنستنى لما الزيت يسخن، وبعدين نبتدي ننزل قطع صدور الفراخ دي قطعة قطعة كده بالراحة. انا مش حابه اضيفهم كلهم مره واحده علشان طبعا الفراخ اكيد هتنزل سوائل، مع البصل برضو هينزل سوائل علشان احنا ضفنا ليه شويه ملح، انا نسيت اقول لكم، فالملح بيخلي البصل ينزل ميه. هضيفهم واحده واحده كده علشان برضو درجه حراره الطاسه تفضل مرتفعه ما تهبطش مني، علشان الفراخ تفضل محتفظه بالسوائل اللي فيها عشان ما تنشفش. زي ما انتوا شايفين كده بنحطهم واحدة واحدة، ومش هنقلبهم غير لما نتأكد ان الناحية التانية خلاص اتغلفت والمسام بتاعتها اتسدت خلاص عشان ما تنزلش سوائل. انا ما حبيتش اجري المقطع ده بس علشان تشوفوا بس انا بتحرك ازاي. في ناس بيبقوا اول مرة يعملوا الحاجات دي، وناس بيبقوا مبتدئين في المطبخ، فممكن لما بجري لقطات معينة ما بيعرفوش انا سكت فين او اخدت هدنة فين. فاهمين؟ انتوا فاهمين صح؟ بعدين ببتدي اضيف برضو شوية، يعني اول ما خلاص درجة حرارة الطاسة عليت معايا تاني، يعني رجعت للحرارة الطبيعية بتاعتها، ببتدي انزلهم قطعة قطعة. في الاخر خالص هبتدي اخد البصل وهحطه، وخلوا بالكوا انا بشيل البصل من المية اللي هي في الطبق، شايفين، بعصره كويس وبضيفه فوق الفراخ. طبعا ريحة البصل مع الفراخ مع الحرارة بتدي ريحة جميلة جدا جدا للفراخ. كان عندي بطاطساية واحدة وكوساية وجزرة وفلفلة، قطعت الفلفل زي ما انتوا شايفين كده مكعبات صغيرة خالص بالسكينة عادي كده، ونزلت بيها على قطع صدور الفراخ وهقلبهم مع بعض. برضو الفلفل مع البصل مع التتبيلة الجميلة دي في الفراخ، عايزة اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت. خامات بسيطة جدا ومتوفرة تقريبا، يعني مفيش حد ما عندوش مثلا بصل، مفيش حد ما عندوش فلفل، وحدة كوسة، وحدة بطاطس. دايما خلوا عندكم يعني حاجة كده احتياطي في التلاجة للظروف اللي زي دي. اقلبهم كويس كده مع بعض. زي ما انتوا شايفين الناحية التانية ابتدت تاخد اللون الجميل ده. هاجي بقى للبطاطس، هجيب المبشرة بتاعة البصل وهبشر فيها البطاطس والجزر والكوسة. لما هبشرهم بالشكل ده طبعا انا كده عندي كمية خضار جميلة جدا جدا وصحية جدا جدا. بشرتهم ليه؟ علشان يستووا كويس. كل ما بتقطعوا الخضار قطع صغيرة بيبقى فرصة ان هما ما ياخدوش وقت كتير على النار، بتبقى كويسة جدا، وفي الوقت نفسه هستفيد من القيمة الغذائية بتاعتهم، وكده الاكلة بقت صحية وجميلة. هضيف طبعا دلوقتي التوابل اللي انا بحبها. انا ضفت الخلطة بتاعتي، ممكن تضيفوا فلفل اسود، كزبرة، بابريكا، ممكن يعني رشة كده من الكمون بسيطة جدا جدا، وما تكتروش. لو مش حابين ما تضيفوش اصلا، بس بنقلبهم مع بعض، وما تكتروش الملح زي ما اتفقنا. بجيب حلة وهحط فيها ملعقتين من الزيت او السمن زي ما تحبوا، انا بحب احمر في الزيت لانه بيديني اللون الجميل ده. ببتدي احمر الشعرية، ولما تاخد اللون الحلو ده. كان عندي كوباية رز مصري ورز بسمتي، مش هحتار طبعا ولا هقول ما عنديش ومش هعمل، لا لا، انا خلطتهم على بعض وغسلتهم وبعدين صفيتهم من المية
وبعدين ضفتهم على الشعرية وقلبتهم كويس مع بعض، وهستنى لما يتغلفوا بس. يعني انا قلبتهم حوالي 6 دقائق، وبعدين ضفت عليهم 4 كوبايات من المية المغلية علشان يستووا بسرعة. طبعا لما تحطي مية مغلية الرز ده يستوي بسرعة معاكي. العين التانية انا كنت حط عليها الفراخ مع الخضار علشان تستوي براحتها على نار هادية جدا جدا. بصوا لو بتحبوه ياخد التشميعة دي واللون الجميل ده اللي هو لون التحمير، ممكن تسيبوه شوية ما تقلبوش كتير. كده الرز خلاص يعني بعد حوالي 12 دقيقة بالظبط استوى وبقى مفلفل، وهتشوفوا كده. استنوا شوية كده، بصوا انا بطفي عليه طالما ما فيهوش ولا نقطة مية، مش هنضيف مية تاني خالص، هسيبه يستوي على البخار. يعني هنغطي الحلة ونسيبه يستوي براحته. ده بعد ما سبته طبعا 5 دقايق بعد ما طفيت النار، غطيت الحلة وسبته على البخار يكمل تسوية 5 دقايق بالظبط، وبعدين ابتديت اغرفه في الطبق بتاع التقديم. شايفين جمال الرز؟ انا مش هحكي عنه كتير، يعني الصورة تتحدث عن نفسها. شايفين الجمال؟ مفلفل ولذيذ ورزاية رزاية. عايزة اقول لكم ميكس الرز المصري مع الرز البسمتي طعمه رهيب رهيب رهيب. بصوا ده اكتشاف واختراع، المفروض اخد عليه براءة اختراع بصراحة. طعمه لذيذ جدا جدا جدا. بصوا بقى الفراخ جميلة من برة كده لونها احمر وجميل، ومن جوه جوسي وطرية جدا جدا. انا هقطعها معاكم دلوقتي. ريحتها وطعمها مش عارفه اقول لكم عامله ازاي، يعني خلطه الخضار الجباره دي لما بشرناها بالمبشره وحطيناها تستوي كده كله ني في ني كده مع بعضه، ادتني طعم وريحه رهيبه للفراخ. لو اولادك ما بيحبوش الفراخ صدقيني جربي الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، ونفسي تجربوا خلطه التوابل السحريه بتاعتي وتعملوها، بجد هتفرق كتير معاكم. انا هحط لكم اللينك تحت الفيديو. لو بتحبوا الكاري ممكن تضيفوا منه على فكرة على الرز او على تتبيلة الفراخ، برضو هيفرق كتير معاكم. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وافادتكم. ما تنسوش تسيبوا لي لايك للفيديو واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وبكرة اشوفكم تاني في وصفة جديدة واقتصادية وسريعة.